السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية ريت كل الناس اللي بتشوفنا ريت تعمل لايك حالا، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكوا إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. على فكرة القناة دي اسمها الصوت العربي، يعني كلمة مهتم بنادي الأهلي طبعا وبرياضة الكرة المصرية بشكل عام والرياضة بشكل عام سواء محلية أو عربية أو عالمية، لكن القناة مهتمة بكل شيء. محدش يقول لي ما تتكلمش في حاجة الفلانية وخليك في الكورة، فأنت لو مش عاجبك مع السلامة، يعني مع احترامي ليك. يعني عاوز قبل ما اتكلم عن موضوع مرتضى منصور وظهور مرتضى منصور اتكلم عن الظاهرة المنتشرة واللي انتشرت واللي صرخت عيلة سورية هي اللي فتحت الموضوع وفتحت الباب، وهي خطف السويد لأطفال المسلمين. خطف طبعا تعرفين اللي بيحصل في سوريا، والناس اللي بتسافر في الدول الأوروبية من السوريين ظروفهم عاملة ازاي، يعني ربنا يحفظهم. هو لو لم يكن مضطر للخروج من بلده ما كانش راح له، ما كانش راح اي دولة اوروبية يعني، لكن الظروف ربنا اللي اعلم بظروفهم فيها. لكن اللي بيحصل ده في كل بلدان اوروبا اللي بيتشدقوا بالحريات وحقوق الانسان، وازاي يتم خطف اطفال من اسرهم بداعي انهم مش قادرين يربوهم او مش قادرين يحتووهم او ما عندهمش. انت مال اهلك؟ انت مال اهلك؟ انت واصي على الاولاد او هتخاف على الاولاد اكتر من ابوهم وامهم؟ الانكت من كده انهم بياخدوهم يحطوهم في دور رعايه يفصلوا الاب عن الاولاد او الام عن الاولاد بشكل نهائي، ما يبقاش في تواصل ما بين الاب والام واولادهم نهائي، وبعد كده بينقلوهم يودوهم لاسره ثانيه ترعاهم، اسره ثانيه ترعى هؤلاء الاطفال. من اللي ما بيخلفوش هم بقى ما بيخلفوش بتخاف على نفسها من الولاده والرضاعه والكلام ده. عندهم مشاكل ربنا يزيد مشاكلهم اللهم امين، وازماتهم اللهم امين، ويقطع نسلهم خالص اللهم امين يا رب العالمين. النهارده حضرتك عندك مشكله في تخطف الناس دي، وبيقول لك ايه ده كمان بياخدهم دور رعايه يديهم لاسر تانية ترعاهم، والدوله تدي فلوس للاسر الجديده اللي هترعاهم تقريبا حوالي 4600 دولار. طب يا حلوه، تمت قلبك على الطفوله وقلبك على الاطفال وانت بترعى، ولا انت عاوز تغير فكر تمحي فكر، عايز تجيب ناس بتديهم افكارك دينك جنسي كل حاجه مش منك؟ ها، ويقول لك طب ما انت الاولى سيب الطفل مع اسرته ما تخلقش ازمه، ولو شايف الاسره مش قادره ادعمها بدل ما بتدعم الاسره السويديه اللي هتربي الولد، ادعم الاسره السوريه والاسره العربيه او ايا كانت الاسره ايا كانت جنسيتها. انت مش بتاع بني ادمين، مش بتتكلم عن حقوق الانسان انتوا فين؟ لازم اتمنى كل الناس يدخلوا على كل الهاشتاج اوقفوا خطف اطفالنا سواء على تويتر او على فيسبوك، خلي الناس كلها تعرف الماساه اللي بتحصل للمهاجرين في الدول الاوروبيه اللي بيتشدخوا بالحريات وبحقوق الانسان. ازاي قلب اب قلب ام ازاي ما يقدرش؟ يعني راجل سوري في فيديو خمس اولاد من هم خمس اولاد خدوا اولاده كلهم ومفيش اي وسيله اتصال، بيحطوهم في دور رعايه بعد كده ما يفصلوا ما يعرفش عنه حاجه، لا الواد يعرف ابوه. ايه المهازل دي؟ ايه المهازل دي؟ مش كفايه المآسي او هو خارج غصب عنه الظروف اللي بيمر بيها؟ ربنا يحفظنا جميعا اللهم امين، ويسترها معانا ويعدينا منها على خير ويحسن ختامنا. كارلوس كيروش، الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط بالنادي الاهلي اتكلم عن كيروش وقال كيروش ذاكر الكاميرون بشكل جيد ونجح في وضع التشكيل والطريقه وازاي يدافع وازاي يهاجم ويتحكم في رتم الاداء وحفز الصفات الاراديه وقاد الفريق باقتدار، ولكن تسرع بالدفع بشريف بالمباراه والمباراه رايحه لضربات الجزاء وتذكر انه غير مستعد لهذه اللحظه الحاسمه، فعاد واستبدله خطا اعقبه صواب والضحيه شريف. هو شايف ان شريف ضحيه وشايف ان اللي عمله كيروش خطا وبعدين صلح الخطا. الكلام ده احنا قلناه، ما تنزلناه نزل زيزو، لكن تنزل وتطلع ده كان شيء جيد، يعني اتمنى يكون حافز لمحمد شريف اللي حصل ده ان شاء الله. ايضا عايز اتكلم عن مصطفى يونس.
مصطفى يونس بيتكلم عن اللي عمله كارلوس كروش مع منتخب مصر، ومنتخب ده يعتبر انجاز. هنا انا مش هتكلم عن كارلوس كروش، بس حد يفكرني باذن الله بعد ما نحصل على بطوله افريقيا. عاوز اتكلم عن عقد مقارنه ما بين موسيماني وكروش من وجهه نظر الاعلام، بس حد يفكرني. لكن انا عندي قناعاتي من ناحيه الاثنين حتى الان، قناعاتي سواء اللي انا الخاصه، بس انا مش عايز اتكلم قبل بطوله افريقيا، ربنا يكرمنا ان شاء الله. رجعت الانباء تاني بخصوص النادي الاهلي ويوسف البلاي، رغم ان يوسف البلاي اللي تعاقد مع نادي في فرنسا الا لكن شركه الكوره وعايز تعقد صفقات. طبعا النادي الاهلي لازم يعقد صفقات سوبر، لكن احنا فين؟ الدوري هينتهي في شهر 8، هو كاس مصر يعني دوري ممتد لحد شهر 8، صفقات ايه اللي اتكلم فيها دلوقتي؟ انتوا عايزين النادي الاهلي داخل في كاس عالم الانديه، المفروض تركزوا تدعموا النادي، مش تشتتوا اللعيبه وعايز يجيبوا لعيبه على قدر المسؤوليه ولاعيبه ده اعلام ايه وزفت ايه اللي بيتكلم فيه دلوقتي؟ لازم اقول لحضراتكم مصطفى يونس، الاخ مصطفى يونس اللي كان بيشكر في دلوقتي بيشكر في كروش، والاخ مصطفى يونس كان شايف ان كروش حارس مرمى وقع على دماغه كتير، يعني النهارده كله بيشكر في كروش. لكن اتمنى ان تفكروني العقد المقارنه ما بين كروش وموسيماني والاعلام وجهه نظر الاعلام في كليهما. طبعا سفير مصر بالكاميرون قال ان في 10 طائرات هتكون جاهزه لنقل الجماهير المصريه لدعم المنتخب المصري امام السنغال في الكاميرون يوم الاحد المقبل. كل التوفيق للمنتخب المصري ان شاء الله، ونتمنى ان الممثلين ما يروحوش باذن الله. على الصعيد الكره الاوروبيه، مانشستر يونايتد بيخرج من ميدلس برا بضربات الجزاء بعد التعادل في مباراه 1-1 في كاس الاتحاد الانجليزي، ووصلوا لعبوا اكسترا تايم، لعبوا ضربات جزاء، ضربات الجزاء كسب تقريبا 7 أو 8-7 لصالح ميدلس برا، وخرج مانشستر يونايتد في وجود الدون السلطان كريستيانو رونالدو. برضه زي ما بقول لحضراتكم، بيقول لك مصطفى يونس ان محمد عبد المنعم بيفكرني بنفسي. يا راجل سيب الواد بقى، سيب الواد يمشي ويشوف مصلحته، ولا بيفكرك بنفسه ولا كلام من هذا. كان بقى على ان نادي الزمالك تم عرض عليه اجايي كارتيرون، رافض جونيور اجايي، او رفض جونيور اجايي يعني. بالنسبه لمرتضى منصور بقى، مرتضى منصور النهارده ظهر على قناه الحدث، هاجم الجميع، هاجم الجميع، مش معاه يعني حوالي نص طن اوراق ومستندات، بيتكلم من يجي 20 سنه فاتوا، عدى على الثوره، عدى على 2009، انتخابات نادي الزمالك، اسماعيل، كل هذا. المهم انه شكل البرنامج اللي مستضيف على قناه الحدث هو اللي قاعد كانه هو اللي بيذيع، ومعاه ثلاث صحفيين او ثلاث مذيعين، منهم واحد اهلاوي يعني، وهم قاعدين هو بيتكلم، هم مالهمش اي دور يعني. الفكره قال معلش، تحس ان هو زي فرح او طهور او حاجه زي كده، المؤاخذه مش هو اللي قاعد بيتكلم بيعمل قاعد في الواجهه وهم طب وايه لازمتهم؟ طب انت طلعت لوحدك قلت لنفسك فيه. الانكت من كده ان في مكتوب كده خط تحت الشاشه بيقول لك ايه؟ ان حق الرد مكفول لاي واحد تم ذكر اسمه. يعني النهارده تيجي تقعد 3 ساعات مثلا تشتمني وتهاجمني وتسيء ليا والكلام ده كله، وانا بقى ارد او ما اردش، ممكن اجي لك ترد انت تقول لي لا ما انتش طالع على يا جماعه. احنا هو الاصل ان احنا نحافظ على سمعه الناس، ولا الاصل ان احنا نشوه الناس وسمعتها وبعد كده الناس هي تدافع عن نفسها؟ ممكن انا شفت برنامج مرتضى منصور، ممكن بعد كده ما اشوفش البرنامج بتاع الراجل اللي هيرد على مرتضى منصور ده، فسبت في دماغي المعلومه ان الراجل ذاكر ما هو ليه؟ لكن بيتكلم طبعا، هاجم كل اللي جات نادي الزمالك، هاجم الكل كليله، وكمان مش اكتر مش كده بس، الاستاذ مرتضى منصور كتر خيره بيقول ان امير هيروح يشجع منتخب مصر امام السنغال في الكاميرون يوم الاحد. مش بس كده بس، ده مرتضى منصور بيقول انا وطني، لولا وطنيتي ما كانش منتخب مصر قدر يوصل للنهائي امام السنغال. ازاي يا استاذ مرتضى؟ قال لك انا طبعا مشحوني وده تدخل حكومي، وانا كنت مجهز ملف اشترك في الفيفا، لكن وطنيتي منعتني، لو كنت رحت الفيفا كانوا جمدوا النشاط الرياضي في مصر، وبالتالي منتخب مصر كانش هيشارك ولا كنا هنشوف محمد صلاح. فبالتالي فضل من وجهه نظري هو يعني انا لازم نشكره، فضل وصول منتخبنا لهذه المرحله امام السنغال لازم يعود لمرتضى منصور. مش بس كده، الناس احنا قاعد نشكر، ما نشكر احمد مجاهد اللي الكل كان بيهاجمه دلوقتي الكل، وانا لما كنتش بهاجم واحد طلع يقول احمد خضري يقول لك ما هتشكلوك ايه دلوقتي، هتعتذر لاحمد مجاهد على كروش؟ انتبهت عليا بس لما ان شاء الله ناخد البطوله
هو اي حاجه في اي حاجه كده وخلاص. انا بقول لك انا الوحيد خضري، انا الوحيد اللي ما هاجمتش الكروش. هتعتذروا لكروش بقى ولا ايه الظروف؟ ولا طبعا ذكر ومر وعدى على الجميع. طبعا كريم ابو حسين اللي موجود وبيقدم من ضمن الاربعه، الشرقاوي ومصطفى جويلي وشريف جمعه تقريبا اللي هو الاهلاوي ده، في من ضمن المجموعه. فبيقول لك مرتضى منصور اختص قناه الحدث رغم ان في قنوات كتير عرضت عليه الظهور الا انه رفض. في نفس سياق الحلقه مرتضى منصور بيقول لمدحت شلبي تقدر تعمل اللي انت عملته معايا مع محمود الخطيب، واتكلم عن اسلام صادق وكل البرامج التلفزيونيه، وقال لك ما كانوش راضين يعملوني حتى عن ده. حتى قناه نادي الزمالك اللي هو رئيس مجلس ادارتها اتفاجئت برفض المداخله، ومدحت شلبي قال لي بدل ما تطلع اكتب ورقه وانا هقول للمشاهدين، هقرا الورقه اللي انت كاتبها بس انت ما تطلعش. قلت له ليه؟ وانا لساني مقطوع. واسلام صادق طلب مني عشان اطلع، او قال لك لازم اخد اذن الاول، وبعدين انا حاسس معايا حكم ان انا اظهر عادي يعني بشكل طبيعي يعني. فازاي تقدر تقول كده لمحمود الخطيب؟ يا رئيس عيب، انا رئيس مجلس اداره الزمالك كبير وعظيم، فازاي يا كريم ابو حسين تقول هو اختصنا؟ وفي وعلى الجانب هو سياق الحلقه يقول لك ما كانوش عايزين يطلعوني حتى في قناه نادي الزمالك يعني. لكن في الاول وفي الاخر بقول لحضراتكم القصه يعني اصبحت بدون اي معنى وبدون اي ملامح يعني. طبعا سمير بقت التكرار بقى ممل يعني فيها، بس كل الحكاوي بتاعك بقى ممل يعني، ونص طن اللي المهم سمير محمود عثمان بينتقد بكاري جسامه عكس عصام عبد الفتاح اللي قال لك جسامه ادار مباراه جيده بامتياز. سمير عثمان يقول لك لا كان سيء للغايه واداؤه فيه عصبيه وعنده مشاكل ومعانا ومصر وكلام من هذا القبيل، وقال لك لو ثبت ان الواقع انه دخل غرف ملابس مصر قبل زي ما قال كيروش يعني علشان يرهب اللعيبه، فده شيء مش مظبوط ويجب يتم محاسبته يعني. ده بالنسبه لعكس كلام سمير عثمان خالص، يقول لك تمام وكان زي الفل وكان تمام التمام. طبعا كله يبكي على ليلاه في النهايه. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، وما تنسوش تشاركوا في هاشتاج اوقفوا خطف اطفالنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.